انا خايفه قوي يا اشرف، خايفه الموضوع يكبر وتبقى مشكله. مفيش حاجه خلاص. قولي لي صحيح، انت عرفتي مين زمايلك اللي قالوا انهم شافوكي دول؟ لا، خفت اسال يحسوا ان انا مهتمه بالموضوع. يعني ايه يا ربا؟ ناس وبتقول عليكي كلام، مش تعرفي الناس دي بتقول كده ليه؟ وممكن يبقى الموضوع كله فاتيه. هو انت هتخوفني ليه؟ يا حبيبتي ابدا، انا بس بحاول ان احنا نبقى مأمنين نفسنا. طب خلاص، انا هحاول اسال من بعيد كده مين اللي قال انه شافني. ماشي، ولو جالك اي تليفون او اي استدعاء لازم تقولي لي فورا، فاهمة ولا لا؟ ايه ده؟ اشرف انت قاعد هنا؟ وما كلمتنيش ليه عشان اجي اقعد معاك؟ ولا انت معاك حد؟ معلش بس كنت مشغول شويه. منى ربع، ويا ترى بقى هي دي الشغل اللي واخدك مني يا اشرف؟ منى، وكل ما اكلمك تقولي مشغول ومش فاضي. عموما المكان هنا حلو قوي، انت بقى يا ترى بتقابل كل الناس هنا؟ ولو ان ذوقك يعني مش على نفس مستوى المكان. ربا ربا، ايه قله الادب والسفاله اللي انت فيها دي؟ عجبتك؟ انت اتجننتي بقى. وحياتك عندي انت لسه ما شفتش كمان. وانت عايزه ايه؟ عايزاك تشيل من دماغك خالص انك ممكن تعمل اي حاجه مش على مزاجي يا اشرف. العلاقه اللي بيني وبينك ما تسمحلكيش انك تتعاملي معايا بالطريقه دي، انت فاهمه ولا لا؟ طب وموطي صوتك ليه؟ علي صوتك، خلي كل الناس تسمع ان احنا في ما بيننا علاقه يا اشرف. خدوا يعني ايه؟ وانت كنت فين يا ماما؟ استغفر الله العظيم، عمري في حياتي ما اعتمدت عليكي في حاجه وعملتيها، منك لله يا شيخ. ما انت عايشه في النظافه دي كلها، سايبه ابنك قاعد عند امك ليه؟ جريفريل، هو انت متخيله ان انا ما كنتش عارفه اوصل لابني ولا اجيبه يعني؟ عايز ايه يا جمال؟ والله انا ما كنتش عايز حاجه غير ابني، بس بعد اللي عملتيه انت وجوزك انا عايز منكم حاجات كتير قوي. انت اللي بدات واذيت الكومي، والكومي ناوي على الشر. ايه؟ ما كنتش عايزني اخد ابني وابعده عنكم؟ ابنك مش محتاج غير انه يبعد عنك انت وبس. عارفه ليه؟ عشان ما يكبرش شارب الشر اللي جواكي. وانت ايه؟ ملاك؟ الشر اللي انت بتتكلم عليه يا حبيبي ده انا اتعلمته على ايدك انت. لما كنت بقعد اقول لك الناس كلها بتكبر يا جمال واحنا واقفين محلك سر. اتحرك يا حبيبي. وانت تقول لي لا، احنا حياتنا كده وعيشتنا كده واحنا كويسين قوي كده. بذمتك احنا كنا كويسين؟ ممكن نبقى كويسين بس مع واحدة غيرك، واحدة كانت بتفضل سهرانة طول الليل مستنيني أخرج يوم أجازتي من كلية الشرطة، واحدة لما طلبت إن أنا أتجوزها كانت طايرة من الفرحة، قالت لكل الناس إن هي هتتجوز ظابط، واحدة لما ركبت معايا أول عربية اشتريتها كانت شايفاها أحلى عربية، ويوم قلت لها اكتبها باسمك خافت، واحدة يوم ما اتضربت بالنار في عملية اتحايلت عليهم في المستشفى عشان تتبرع لي بدمها، وفضلت سهرانة جنبي أسبوع بحاله، الناس كلها كانت بتحسدني عليها لحد ما بدأت تطمع وتبص وتطلب، نسيت كل اللي حلمنا بيه وبصت بس للي هي عايزاه، عرفت ان احنا ممكن كنا نبقى كويسين، حتى لما طلبت الطلاق وافقتك بس بشرط سليم يفضل معايا عشان كنت بحاول برضه نفضل كويسين، عشان كده بقولها لك يا فريال لاخر مره، فكري الف مره قبل ما تكرريها معايا.
يعني كده صرفت نظر عن السفريه يا زميلي؟ اه مش جايبها معاك. ليه كده يا صاحبي؟ ده انا قلت هتطلع وتشد اخوك وراك. وربنا ده اللي كان جوايا يا كوب، بس انت عارف الوقت طمع عايز 20 باكو عشان يسفرني. ليه يا عم؟ هجيبهم منين انا؟ طب وناوي تعمل ايه؟ خليني في البلد وهمشيها، هجيب لي توك توك ب15 رايه وانزل عليه اي حد يشتغل عليه. توك 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 ايه يا عم؟ هز ويجيب رزق وهتمشي يا كوب، هتفرج وربنا وتبقى زي الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابن حلال يا رؤى ان لحقتك، انت هتسافر من غير ما تاخد الحاجه بتاعتك اللي عندي. حاجة اللي عندك يا عم؟ في ايه؟ انت مين اصلا؟ انت نسيتني ولا ايه؟ ولا اعرفك. انا جاي لك من طرف الراجل بتاع الفلوس. طب بقول لك يا زميل، املص انت كده وانا في مصلحة اخلصها واكلمك على طول. خلصنا يا زميلي. ايه يا حاج؟ انت بتقول لي امانة ومصلحة، في ايه يا عم؟ انا أول مرة أشوفك النهاردة. أنا جاي لك من طرف زميلك. زميلك بتاع الأمن اللي اتضرب من يومين، وأنت خدت الأبرة في الآخر. أبرة إيه يا عم؟ أنت جاي تهرتل في الكلام ولا إيه؟ مراته خدت تعويض من الشركة، وبعدين لو بعتك بقى عشان تحكي في المحكي أنا ما بياكلش معايا الكلام ده. طب بقول لك إيه؟ قول لي مين اللي مشغلك وأنا أطلعك منها خالص. يا عم مين اللي مشغلني؟ أنت هتلبسني قضية ولا إيه؟ مين يا فاروق؟ يا عم وربنا ما حد مشغلني، بقول لك إيه؟ صاحب الفلوس نفسه أنا قعدت معاه وقلت له أنا ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده. يعني ما قلتش جمال الجبال. جمال؟ أنت تعرف جمال الجبال ده منين؟ ما أنا جمال الجبال. أه ولا انك تيجي هنا عمرك ليك؟ يا دي انت كده هتضيعنا. ما قلت لك هربت منه يا استاذ بدير، يعني هو لو كان قاطرني لحد هنا كان هيسيبني اطلع كده عادي يعني. هو عرف سكتك ازاي؟ سومي اللي جابك هنا اهو. يا دي يخرب بيتك، انت المفروض انك سافرت. الراجل بتاع بسبوه الناس قلوبها اتملى غشع يا باشا، بعد ما طلب مني فلوس زود عليها فلوس كتيره تاني. ده عندها يالا. انت فاكر واد ابن امبارح زيك يجي يبتزني انا؟ ما تسماش كده. وبعدين هم 50,000 اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال. وبعدين يا باشا العربية كانت معكمة، معكمة قوي. الله، ده انت بتطمع بقى يا رؤى. لا لا لا، ما تسموش ولا طمع ولا أي حاجة. بس يا باشا الموضوع كله أنا عايز 10 بواكي تانيين، وبعد كده هقلع خالص، ولو شفت وشي تاني هضربك بالنار. وماليش دية، واعتبره كلب وراح. ماشي، اخفى دلوقتي لغاية ما أكلمك بنفسي بكرة. أمانة يا باشا. انت لسه واقف؟ بور بور واترب بيتك يا اخي. بور يا استاذ، يا استاذ ما ينفعش كده. يا استاذ يا استاذ ما ينفعش كده. في ايه؟ هتفهم كل حاجه يا كومي دلوقتي. اتفضل انت على مكتبك. اسمع، وبعدين هم 50,000 اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال. وبعدين يا باشا العربيه كانت معكمه قوي. بقى يا لا لا لا، ما سموش ولا طمع ولا اي حاجه. بس يا باشا الموضوع كله انا عايز 10 بواكي تانيين، وبعد كده هطلع خالص، ولو شفت وشي تاني هضربك بالنار. بدير، اه بدير، عرفت فلوسك فين يا كومي؟ انا انت ايه؟ سمعت عني كلمتين وصدقتهم من غير ما تفهم. جمال، انا مش قادر اصدق. بدير ده اخر حد انا ممكن اتخيل انه يعمل معايا كده. مش عشان فاكره مخلص وامين معايا، لا، يعني لو هو فعلا اللي عمل كده يبقى انا في كارثه. اديك سمعت بنفسك كل حاجه. انت عارف ده معناه يا جمال؟ معناه ان انا مكشوف للناس كلها ومن زمان. كل شغلي مع بدير، وانا اللي فاكر نفسي متامن ومثبت فرعي. يا ترى اكلني لمين ولا لمين قبل كده ابن الكلب؟ لو كل ده ما كنتش حاسس انه بيلعب بيك يبقى العيب مش عليا يا كومي. حط نفسك مكاني يا جمال. انا ما بحطش نفسي مكان حد واسيب مكاني لان اخسر كتير، زي ما حصل معاك كده مع الناس ضحكوا عليك. انا مش عارف اقول لك ايه. انا اسف. ما تقولش حاجه، بس المحامي بتاعك ده انا هعرف اتصرف معاه. سيبهولي يا ارجوك، هقرره واعرف لك كل الحقيقه واعرف لك مين وراه وهبلغك. ماشي يا كومي. يا عم جمال، يا عم جمال ابوس ايدك، انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه بالحرف الواحد. سيبوني امشي بقى. اخرس يالا، الزباله ده هيجيب لك فلوسك على دار مليمه يا باشا.
بس ناقصين 5400 جنيه والنبي يا باشا انا مش وشي مرمطه ولا وش تجون يا باشا ابوس ايدك سيبني امشي بقى بره يا زباله ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك يا باشا انا رجعت ابني اللي خطفته وعرفتك فلوسك فين كده انت مديون لي بحاجتين افتكرهم بقى كويس عشان ما بنساش حقي يا كومي انا تحت امرك يا جمال واخر نصيحه هقولها لك بس دي ببلاش دور في الناس القريبين منك